برج الحوت اليوم 29 مايو 2023. برج الحوت انت جواك حاجات كتير كاتبها ونفسك تتكلم، تعبت من كتمانك لحاجات كتير عايز تواجهها وتعاتب، ولكن عندك اكتر من مشكلة او اكتر من ازمة مخلينك ساكت. وبالفعل عندك شيء بتسعى فيه يا برج الحوت، ولكن تعبت من كتر الانتظار. برج الحوت انت اخدت قرار ومش هترجع فيه مهما حصل، لانك عانيت من كتر الاستغلال. عملت زي ما عملتش، بتعت كتير ومسؤول منك حاجات كتير. برج الحوت بيتميز بالحنية والجدعنة، وعلى طول سند وظهر الكل اللي حواليه، بتحب اللي منك قوي وبتحب تراضي الكل، ولكن انت بتعاني عشان انت نفسك، يعني نفسك في الحنية دي، انت مفتقد الشيء ده يا برج الحوت. نفسك زي ما انت ما بتراضي الكل عايز الكل برضو يراضيك، نفسك في اللي يفرحك ويطبطب عليك، مفتقد الحنية مع انك مصدر الحنية يا برج الحوت. قلبك تعبان وموجوع، ولما بتنفرد بنفسك بتبكي بكاء شديد. حبيت من قلبك واديت لهم من قلبك، ولكن في الاخر ظلموك يا برج الحوت. جات عليك ايام كنت اسعد واحد في الدنيا وطاير من الفرحة، وكان عندك استعداد تعطي كل ما تملك، ولكن وقع عليك غدر قاسي جدا، وخدت درس لن تنسى ابدا يا برج الحوت. اتعلمت منه ولكن زعلان على نفسك قوي، وندمان على الوقت اللي انت ضيعته من عمرك على ناس ما تستهلكش وما يستهلوش حنية قلبك يا برج الحوت. انت حاليا بتدور على اللي ليك، عندك اموال عايز تستردها، والموضوع ده بقاله فترة شغلك. برج الحوت بقى بيطالب بحقه، والحق راجع لبرج الحوت. كان عندك مشاكل كتير ومش لاقي ليها حلول ويئست، ولكن عندك خروج من أزمات كتير يا برج الحوت، وحلول لمشاكلك كلها. برج الحوت اكتشفت ناس على حقيقتها وفقت، ولكن متأخر، وواجهتهم بنفاقهم وبعدت عنهم وبقيت باقي على اللي بيبقى عليك بس. برج الحوت انت حاليا عندك اتصالات كتير بينك وبين شخص، في كلام كتير ما بينكم، ممكن يكون الشخص ده قد يكون كان قريب منك من فترة ورجعتوا تكلموا بعض تاني، وممكن يحصل رجوع والله أعلم. والبعض من مواليد برج الحوت السناجل عندكم خطوبة وإتمام فرحة بإذن الله. برج الحوت عندك شخص انت بتعجبه، ولكن بالكلام بتوجه له رسائل كتير كلها عتاب، وزعلان منه لأنه بيتعمد يضايقك، وانت مش فاهم هو بيعمل معاك كده ليه. وبينك وبين نفسك واخد القرار انه لو جالك وواجهك هتطلع عليه كل طاقة الغضب اللي هو سببه لك على مدار الشهور اللي فاتت، وهيكون حسابه عسير معاك يا برج الحوت. انت حاليا عندك تصفية حسابات، وحبيب الأمس هيبقى عدو اليوم، وعدو أمس هيبقى حبيب اليوم. برج الحوت انت عندك قعدة واعتذار وتوضيح أمور، وعندك صلح بينك وبين أشخاص كان في ما بينكم عداوة، ولكن هيحصل اتضاح أمور كتير، وفي حاجات كتير هتوضح لك، وهيحصل ما بينكم صلح بعد ما كان في عداوة كبيرة جدا بينك وبين الأشخاص دي. ولحد هنا تكون انتهت قراءتي لبرج الحوت اليوم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناتي. باي.